على الله سيف ما يكون وقع عليه والو، على الله يا ربي ما يكون وقع عليه والو، يا ربي ما يكون وقع عليه والو. حميد بس رجال الوقايه المدنيه جاوا هزوا المصابين على وجه السرعه للمستشفى، والان راه الصوره امامكم. يعني هي كانت كتلاحظوا الصنفار في الجزر من اجل عوده الحركه السير كيف ما كانش. الطريق متوقفه من عين حروده حتى الناس اللي جايين خصنا انه يتجنبوا الطريقه هذه بالنسبه للمشكل. يحاولوا يتفادوا الدخول من عين حروده. يعني مشاهدينا ديال كيف كتابعوا معنا في هذه اللحظات، كاين استنفار عملي حاليا من اجل تامين او عوده حركه طريق السيار. يعني الناس اللي جايين من الدار البيضاء تجاه مدينه الرباط بالضبط على مستوى مدينه المحمديه كاين هذه الحادثه، يعني غادي يواجهوا صعوبه. حاليا رجال الدرك ما كيدايرين الواجب ديالهم انهم كيحاولوا ما امكن انهم يقادوا الحركه ديال السير ويقادوا حركه الطريق. ان شاء الله غادي تعود. كنتمنوا ان السائقين ما يكون وقع عليهم والو. كنتمنوا السلامه لجميع السائقين. يعني هادي غتم حاليا النقل او الشاحنه، يعني باقا في الامكان ديالها تتحرك. كتعدى مشكل على مستوى العجلات كتشوفوا معنا، علي تم توقيف حركه طريق السيار بينما يتم ازاله الشاحنه. تم ازاله الشاحنه الاولى والثانيه، هذه هي الشاحنه الثالثه. مجهودات جباره للعناصر الدرك كما يقول لك، العناصر المكلفه هنايا بالازاحه او بتنقيه قارع الطريق. دابا نشوفوا الشاحنه واش غتقدر تحرك ولا لا. فهذه اللحظات المشاهد ميديا لايف يتم تنظيف طريق السيارة بسرعة، هادشي كان من أجل السماح للمستعملين الطريق من أجل المرور بعد ما تم توقيف حركة السير بعد الحادثة اللي وقعت. كيف كتلاحظوا معنا أنه كاين عدد كبير من السيارات والشاحنات في الانتظار على مستوى طريق السيار بمدينة المحمدية من الدار البيضاء اتجاه الرباط. حاليا يسارعون من أجل السماح للسيارات بالمرور بعد ما كان واحد التوقف وكان يعني كان تعطل في حركة السير. حاليا يتم تنظيف الطريق بعد ما بقى هنا شويه الزيت. الزيت كيف كتعرفوا مشاهدينا انه كيقدر يسبب حوادث اخرين. تم التغطيه ديالو بالرمال، حاليا راه كيحاولوا ما امكن بكل سرعه. وهنا نبغي نشكروا هاد الناس اللي كيسهروا على هاد التيسير حركه السير، وكذلك الشكر لعناصر طريق السيار بالمغرب، وكذلك الشكر لعناصر الدرك الملكي اللي كيقوموا مجهودات من اجل السهر على
فتح طريق في وجه العموم. حاليا سوف يتم فتح الطريق في وجه السيارات. حاليا سوف يتم فتح الطريق للسيارات. هذه اللحظات مشاهدينا ديال لايف، عوده حركه السير الى ما كانت عليه. بحال هاد الحوادث للاسف كيتسببوا في تاخر مجموعه من الناس ومن الاشخاص اللي كيكون عندهم مواعيد هامه حاليا. عوده حركه السير الى ما كانت عليه. مشاهدي ميديا لايف، نسال الله السلامه لجميع السائقين ولكل من يستعمل الطريق. الله يردكم لوليداتكم على خير، والله يرد الجميع على خير الاهله، ومزيد من الحيطه والحذر. هذه الحادث الثاني اللي تسجلت في مدينه المحمديه في نفس اليوم بعد انقلاب اله للحصاد، يعني ماكينه ديال الحصاد كانت تقلبات قبيله، وقع لها مشكل ميكانيكي. نتمنوا السلامه للجميع، ونتمنى الله يعوض اي واحد تعرض في اضرار. واحد التدخل كبير اللي جا الدرك الملكي. الان كنتواجدوا بمنطقه ديال القنطره ديال الواد الملح بالضبط في المحمديه، اللي كان واحد حادثه سير ديال واحد جوج شاحنات، حادثه سير خطيره. ولكن الحمد لله كنبغي نشكروا الناس ديال الدرك الملكي اللي دار واحد التدخل سريع على حسب المرور ديال الناس اللي عندهم التزامات. ولكن الحمد لله الناس ديال الدرك الملكي، الكوكبه ديال الدرك الملكي، جميع المكونات ديال المراكز اللي كانوا في عين المكان الا دار واحد التدخل ديالهم في الموضوع. الا كنبغي نتقدموا لهم شكر جزيل كمنظمه حقوقيه بكل صراحه، وكنتمناو لهاد الناس، كنتمناو لهم الشفاء العاجل، والله يحفظ جميع السائقين. وشكرا لرجال الدرك الملكي في مده وجيزه اللي كانت طريق السياره كانت راه توقفت راك شفتوها، ولكن الحنكه ديال الدرك الملكي الحمد لله الامور السياره الامور غادي مزيان. وكنتمناو الشفاء لهاد الناس، هاد المصابين، وتبارك الله عليكم.